والله صدق. انا ما فهمت الخطه زين، ولكن انا حسيت كل سلمان لهب يطلع ضاق خاطر واجيه برا. بشر بساعدك والله انا معك، وانا والله اني صادق انا معك ودي هنا ولا لا، وانا صادق بشر بساعدك بالسلامه واللي تبي. لان اول البرنامج قال المس فريم في دار السلام، صح؟ حلو. قلت هذا وجيت ودخلت كشف الحساب، ماني في البراي 200 نقطه. كشف حساب يا ولد؟ سويت كشف حساب عن نفسي. هل انا قصدك في اي برايم ولا لا؟ خسرت 200 نقطه وقال لي في سلام. بعدين يوم قد قاعد ولين حزين على ماني بيم نفسي، قال انت في دائره الخطر بكره. عاود الطق المعقل عاد. انا اول ما جاء في بالي يقول انا يوم اني بكره في ابراهيم تسني رحت لسلمان هكذا بشر ساعد واللي تبي احنا موجودين في القريه لحتى تجي. دور تحت اي الحين دور تحت يضمك ما لقيت. انا شايف انا قاعد ما ادري نفسي اني في القريه ولا بغيت يا سلمان احنا معك شوي. دور ما يفزع لي. لا يقول اطلع بس انا والله انه حتى تغير ما ادري وش الوضع. صادق تغير عندك عندي العداد قال جاني بنك. لان انت ما انت شغال على الشبكه عندك طافي الشبكه عندك. لا زين والله تاخر فعل النت انت في ابراج هنا زين ولا لا؟ صدق لا طافي يمكن اجى عشان كذا انا جاك متاخر. لا لا متاخر لان الشبكه ترى احنا الحين في دائره الخطر. لا لا اذا احنا في دائره الخطر اول ما قال حق سعيد علينا السلام اللي جابه هناك ان شاء الله المطيب ما يجي ذبات ما يجي ونظر له لقص ناظر ايش على الله. انا والله العظيم تدري ايش اللي همني؟ وش همني كله بس نواد ابو سمره. انا صراحه سعيد انهم مدحوني صراحه. انا داخل الحين بجلباب الرجل العاقل وانا ان شاء الله نعاقب برضه. اشوف اني ممكن مسعد دائره او فئه مسعدها انا ممكن بطريق او شيء. والله يمكن اي والله. فاتمنى ما تنقطع لين انا قاعد اكسب اجر هنا. الله يسعدك. اي والله العظيم. واخاف انه يضيق خطرهم بعد. انا مساني وليد قلت يا ولد وسو بحشر وليد بعدين دعمي اقسم بالله ما يستاهل. والله صدق انا يمكنني وليد قال لي انت تطلع قلت انا ماني طالع. قل لي القدر موكل بالمنطق صح. ربي يستر يا بني ادم فكر وانا اذا شوف انت اذا قلت انا بطلع انا متشان تطلع ما قلت تطلع عشان انا وش قلت بلعب عليهم بتفائل نقول عشان حتى اذا جاب ابو غير تطلع القريه على طول. نعم فكره ما يسوي كذا. اي هذا اللي بوجهك انا وياك بكره. لا هذه فكره ترى وانت عم برا ولا لا؟ لا يا ولد انا تدري وش ني انا تدري وش المشكله عندي سلمان؟ مشكله عندي عشان كذا انا فكا انا استغربتهم قالوا مسفر. لا يعني معجب تكفى معي معجب تكفى لا تصايح والله العظيم ما لنا الا والله ما نبي احد علي اقعد اقعد علي ما يقدر يكلف على عمره. علي بيعلمك موضوع تدري اي فرق دعم بجيب عيشه باكلها. يعني لا تجي بجوال اي فرق دعم بجيب عيشه باكلها. انا من هذا المنبر لا هرب يا ولد انا لك يا اخي. انا من هذا المنبر اقول لفريق دعمي ما في شيء جربوا شار وخذوا كولا واستمتعوا بالمداحم وبالمشاهد.